10 خطوات من شأنها إصابة مشروعك بالفشل. بالتأكيد كل شخص يقدم على إنشاء مشروع ما يتمنى له النجاح، ولكنك قد تقوم ببعض الأفعال التي من شأنها إفشال مشروعك. أولاً، تقدم منتج أو خدمة لا يحتاج إليها الناس. هدف المنتجات والخدمات أنها تقوم بإشباع احتياجات الناس وإصلاح مشاكل حياتهم اليومية وتحسين حالهم بشكل عام. لذلك يجب أن تجد ثغرتك في السوق وتعمل عليها، وحينها سوف تحتاج فقط لمجهود تسويقي وترويجي معقول لكي تنجح. فإذا بدأت منتج أو خدمة ليس عليهم احتياج، وقمت بتصميم منتج وستحاول صناعة شريحة جديدة في السوق لكي تجربه وتستخدمه، فأنت سوف تستهلك الكثير جدا من الوقت وسوف تزيد نسبة فشلك في السوق. وهناك من ينجح بالتأكيد، لكن نسب النجاح منخفضة جدا، لأنك تحتاج غالبا للأموال والمجهود والترويج والصبر، ولسنا كلنا نستطيع أن نوفر هذه العوامل للنجاح. بالتالي صناعة سوق جديدة ليست استراتيجية خاطئة، لكن احتمال فشلها أعلى منها في حالة العمل على احتياج موجود وواضح أساساً. كما أن كثير من المبادرين لا يفهمون أصلاً معنى صناعة سوق جديد. سوف تجد صناعة الأسواق منتشرة في سوق المنتجات الإلكترونية، مثل جهاز الآيباد الذي لم يقتنع به السوق في أول نزوله، لكن بعد ذلك استطاعت أبل صناعة السوق وإقناعه بهذا المنتج الجديد. هذا اسمه صناعة السوق، لكن أن تفتح محل لبيع المأكولات والمشروبات في منطقة غير مأهولة بالسكان وبالمشترين، أو في مكان غير ظاهر، أو بجانب العديد من المنافسين المباشرين وأنت ليس لديك شيء مميز في المنتج أو الخدمة التي تقدمها، وتقول سوف أبني سوق، هذا ضرب لأهم قواعد التسويق وسبب صريح وواضح لفشل المشروع الناشئ. ثانياً، تدخل سوق لا تمتلك أدواته وفنياته. أعلم أن هناك من ينجح في الأسواق بدون أن يملك الخبرة الكافية، لكنها ليس الحال الأصل في التسويق، ويكون البديل للخبرة هنا أشياء صعب الحصول عليها كمبادرين بمشاريع خاصة، مثل موظفين لديهم خبرة فنية عالية، الإدارة القوية، الأموال الكثيرة، وهكذا. لكن رأيي، إذا أردت النجاح في السوق عليك بامتلاك على الأقل 70% من الخبرة الفنية المطلوبة لتطوير المنتج أو الخدمة التي تقدمها، حينها سوف تزيد نسب نجاحك في المشروع. وعموماً أنت بخبرتك سوف تعرف ما هي الخبرة الفنية المطلوبة أكثر في المشروع. فمثلاً إذا أردت تطوير تطبيق إلكتروني، فأنت هنا تحتاج لخبرة في برمجة وتطوير البرامج ثم التسويق له. هنا أعتقد أن أغلب الخبرة يجب أن تكون في تطوير البرامج، مع عدم إهمال نسبة أهمية التسويق له، والتي تعتبر نسبة كبيرة أيضا. بالتالي يجب أن تمتلك أنت في يديك هذه الخبرة. ولكن عدم امتلاك الخبرة ليست مشكلتها الوحيدة في أن نسب فشل المشاريع تكون عالية، لكن أيضا يسمح لشركائك في المشروع بأن يكون لهم السلطة والقوة عليك. فمثلا صاحب التطبيق والذي يملك مفاتيح برمجته ربما يتركك ويقوم بتطوير برنامج مشابه أو أقوى. ماذا ستفعل أنت حينها؟ وتجربة مارك مع فيسبوك واستغلاله لفكرة توأمي جامعة هارفارد خير دليل على ذلك. ثالثا، لا تمتلك الفريق القوي. هذه النقطة يهملها الكثير من رواد المشاريع، يعتقدون أنهم يستطيعون النجاح فقط بمنتجات مبتكرة ومبدعة وتسد احتياجات السوق، لكن الفريق الذي سيعمل على المشروع أيضا لا يقل في الأهمية. إن رجال الأعمال الذين يملكون علاقات جيدة ويستطيعون تجميع فريق العمل بسهولة، إذا تركهم أحد أعضاء الفريق يستطيعون تعويضه بسرعة وسهولة. هذه الفئة تكون لديهم قدرات أعلى في الإدارة والتحكم في المشروع، وتزيد نسب نجاحهم بشكل كبير.
أما الذين يعتمدون على أفراد محددين إذا تركوهم وقع الفريق ووقع المشروع بأكمله، فسوف يكونون في مأزق كبير، كما أن الاعتماد على الأصدقاء غير مجدي كثيرا، ويكون غالبا سبب من أسباب فشل المشاريع الناشئة. رابعا، لا تمتلك خطة تمويل لمدة سنة على الأقل. إن من أهم أسباب فشل المشاريع الخاصة هو نقص التمويل والضغط الرهيب الذي يكون على ذهنك وأنت تحارب من أجل الأموال والأرباح، والتي طبيعي جدا ألا تأتي في بداية المشروع، لكن لأننا نكون تحت ضغط احتياج المال فهذا يبعدنا عن التركيز على المشروع والنجاح فيه ويجعلنا نستسلم أسهل. خطة التمويل أو الخطة المالية للمشروع لها أدوات وطرق واستراتيجيات كثيرة، من ضمنها أن يدخل معك شريك بالأموال، وحينها سوف تركز على المشروع نفسه وليس ضمان تمويله. أيضا أقول لك نصيحة بعيدة كل البعد عن الحماس، وهي ألا تترك وظيفتك في شركة إلا عندما يبدأ مشروعك في تكوين ملامح واضحة وظاهرة، وحينها يمكنك ترك الوظيفة. هناك من يقول أن صعب جدا المشروع التجاري ينجح بدون تركيز كامل، وأنا أقول لك أن الأصعب هو أن تقع تحت ضغط المشاريع الناشئة واحتياجها للأموال وأنت لا تملك مصدر دخل ثابت. خامسا، ليس لديك القدرة على التأقلم مع المشاكل وحلها. الكثير جدا من المبادرين بمشاريعهم الخاصة يبدأون العمل بهذه المشاريع من أجل المرونة والاستقلال، سوف ينامون متى أرادوا ويستيقظون متى أرادوا، وسوف يسافرون أيضا ويحصلون على الأجازات بسهولة، وسوف يفتخرون أمام الناس بكارت شخصي أنيق مكتوب عليه فلان الفلاني المدير التنفيذي لشركة كذا. لو كانت هذه أسبابك لبدء مشروع خاص فاحتمالية فشلك أكبر بكثير من احتمالية نجاحك. المشاريع الخاصة تمتلئ بكم هائل من المشاكل، مشاكل فنية وإدارية وتسويقية وغيرها. إن الإدارة هي علم وفن إدارة وحل المشاكل والأزمات، وبالتالي يجب أن تتوقع من أول يوم عمل في مشروعك الخاص أنك ستقابل الكثير جدا من المشاكل، ويجب أن تستعد بسيناريوهات مختلفة لحل هذه المشاكل بالجودة المطلوبة. يجب أن تكون مبدع للغاية من أجل إيجاد حلول مبتكرة لهذه المشاكل، ولا تنسى أن أسرع الطرق لكي تحل مشكلة أن يكون لديك الخبرة الكافية، وهذا سوف يأتي مع الوقت ومع التعرض لمشاكل كثيرة ومحاولة إيجاد حلول لها. سادسا، لا تمتلك خطة تسويق واضحة لمشروعك. يجب أن يكون لديك خطة ترويجية لكي تنتشر بشكل أكبر وتحقق أرباح مستقرة وكبيرة، والخطة الترويجية ليس شرطا أن تكون معقدة، ولكن ربما يكفيك حتى لو كبداية فقط أن تذكر فيها بعض الطرق والأدوات التي ستستخدمها لجلب المشترين وجعلهم سعداء للدرجة التي يحكون بها عن منتجك وجودته. سابعا، لا تمتلك الصبر الكافي. المشاريع الخاصة تحتاج لصبر. إذا كنت من الأشخاص الملولة التي تمل الأشياء بسرعة ولا تمتلك القدرة على استكمال الشيء لآخره، فغالباً لن تنجح في طريق المشاريع الخاصة. ولذلك لدي وجهة نظر بسيطة في هذا الأمر، تقول أن المشاريع الخاصة لا ينجح في معظمها خارق الذكاء، لكن ينجح فيها الصبورون. والذكاء ليس شرط أن يأتي معه الصبر، بل بالعكس، لا أريد أن أضعها قاعدة، لكن أعتقد كوجهة نظر شخصية أن الكثير من الأذكياء ليسوا صبورين، والكثير من متوسط الذكاء صبورين، ولذلك ينجحون أكثر من خارق الذكاء. لكن في كل الأحوال، سواء كنت ذكي أو متوسط الذكاء فذلك لن يهم كثيرا، الأهم أن يكون لديك الصبر الكافي لكي تصبر على المشروع الناشئ ومشاكله حتى ترى نجاحه في النهاية. ثامنا، لا تمتلك خطة بديلة.
عندما نبدأ تنفيذ مشاريع تجارية نعتقد بالحماس الذي بداخلنا أننا لن نفشل أبداً، لأن الأمور تكون واضحة بالنسبة لنا، كل شيء واضح تقريباً، المنتج، الفريق، السوق، التمويل. الحماس لا يجعلنا نرى أن هناك أشياء كثيرة ما زالت مفقودة، وعندما ندخل بهذا الحماس إلى السوق وتحدث المشاكل لا نجد أن لدينا سيناريوهات بديلة أو خطة هروب أو خروج من المأزق. الآن ضع الحماس جانبا قليلا وربما نعود له لاحقا، لكن تخيل معي الآن أنك تركت وظيفتك وصرفت أموالك كتكاليف للمشروع ولم ينجح المشروع، ماذا ستفعل؟ كيف ستواجه من تحدثتهم لكي تنفذ مشروعك الخاص؟ كيف ستدعم نفسك ماليا من جديد؟ كيف ستجد وظيفة بأسرع ما يمكن؟ أنا لا أريدك أن تضع خطتك البديلة أو خطة خروجك على أنها مصدر للتشاؤم أو أنك ستفشل، بل ضعها لكي تريحك نفسيا وذهنيا. تاسعا، لست مستعد بالتضحية. هناك أشياء يجب أن تضحي بها من أجل النجاح في مشروعك الخاص. هناك من يعتقد أنه يترك الوظيفة لكي يرتاح ويكون أكثر مرونة. للأسف ما لا يعرفه الكثير أن عمل الموظف غالبا ما يكون أكثر راحة من العمل في مشروع ناشئ. على الأقل الموظف يحمل مسؤولية نفسه فقط في الشركة، أما صاحب المشروع أو الشركة الخاصة يحمل هم وعبء ومشاكل أشخاص آخرين. وفي حين أن الموظف ينهي عمله في وقت محدد ويذهب للاستمتاع بوقته، فصاحب المشروع الخاص ليس لديه هذه الرفاهية. عندما تم سؤال واحد من أكبر رجال الأعمال عن سر تمسكه بالمشاريع مع أنها مهلكة ومتعبة، فقال أنه يحب هذا النوع من التعب، وهذا هو سر الكثير من الناجحين في السوق. هم يعرفون التضحيات والتعب المبذول في العمل الخاص، لكنهم يحبون الأمر ويستمتعون به. لذلك اسأل نفسك قبل بدء عملك الخاص، هل أنت مستعد للتضحية؟ أما النقطة العاشرة والأخيرة، لا تعرف كيف ستأتي بالأموال من مشروعك. هذه النقطة تستحق فعلا أن تكون مسك الختام. الكثير جدا يقولون أنهم يبدأون المشروع الخاص لأنهم مستمتعين به، وهناك من يأخذه الحماس ليدخل المشروع بدون خطة. هناك من يقول لك سأدخل المشروع لكي أتعلم أو أكتسب خبرة. هناك من يقول الأهم النجاح والاستمتاع والأموال ستأتي لوحدها. في رأيي أن هناك سبب رئيسي لكي تبدأ مشروع الخاص، وهو جلب الأموال. إذا دخلت مشروع أو شركة أو أسست شركة وأنت لم تضع خطة واضحة كيف ستأتي بالأرباح من هذه المشاريع، فأنت تخطط للفشل لأقصى درجة، لأنك ستضع نفسك تحت الضغط. هناك نماذج كثيرة لكي تخرج أموال من المشاريع. في النهاية أقول لك أن المشاريع الخاصة لها جانب رائع ولها جانب يجب أن تفهمه وتستوعبه جيدا، وهو الصبر والوقت والتضحية والتخطيط، ولك في النهاية الاختيار، لكن يجب أن تعرف أين تذهب قبل أن تبدأ، وألا يدفعك الحماس لاتخاذ قرارات غير مدروسة تكون سبب في فشل مشروعك الخاص.